متابعينا في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نهار اليوم صارت أجواء مستقرة في عموم مناطق المملكة. درجات الحرارة كانت حول معدلات مثل هذا الوقت من العام، وصارت أجواء دافئة في عموم المناطق. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لكميات من الغيوم العالية بدون فعالية في عموم المنطقة الشرقية والوسطى، فيما ساد طقس صافي في باقي المناطق. نتحدث الآن عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة من يوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء. يوم الأحد كما ذكرنا تسيطر كتلة هوائية ذات درجات حرارة معتدلة، تعمل على جعل الأجواء نوعا ما معتدلة إلى دافئة، خاصة في المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية من المملكة. لكن اعتبارا من يوم الاثنين تندفع نحو المملكة كتلة هوائية حارة قادمة من الصحراء الكبرى الإفريقية، تعمل على ارتفاعات جديدة وكبيرة على درجات الحرارة. تستمر هذه الارتفاعات خلال يوم الثلاثاء أيضا، وبالتالي تصبح درجات حرارة أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، مع نشاط في سرعة الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار في شمال وغرب المملكة خاصة يوم الثلاثاء. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة. حتى السود أجواء صافية 18 درجة مئوية، الرطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية غربية معتدلة السرعة. بالنسبة للثلاث أيام القادمة، يوم الاثنين 30 درجة مئوية من الصغرى 19، يوم الثلاثاء ارتفاع على درجات الحرارة 30 إلى 21، ويوم الأربعاء المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة 34 إلى 24 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.